أعضاء السلطة العليا للإعلام والسمع البصري يقومون بعملية التبرع بالدم لصالح المركز الوطني لنقل الدم. وزير التعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور دافيد أورينغار يقوم بزيارة للمستشفى المركزي لعاصمة نيامينا بهدف الإطمئنان على صحة إسبري أموز رئيس الاتحاد الوطني للطلاب الشاديين. وسيدة البلاد الأولى هند ديبيتنو تقوم بنظافة شاملة لمختلف دور العبادة من مساجد وكنائس. المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. من الفضاء التالي نقدم لحضراتكم عرضا المسائي لهذا اليوم، والبداية بقراءة هذا الخبر، حيث غادر اليوم رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو وبرفقته سيدة البلاد الأولى هند ديبيتنو والعاصمة نيامينا متجهان إلى العاصمة الصينية بكين. ويشارك رئيس الجمهورية في الفترة من 3 إلى 4 من سبتمبر في قمة ملتقى التعاون الصيني الأفريقي. قام أعضاء السلطة العليا للإعلام والسمع البصري بعملية التبرع بالدم لصالح المركز الوطني لنقل الدم. كان رئيس السلطة ديوني جنباي هو من قاد فريق السلطة محمود موسى الفيل. إن التبرع بالدم له عمل إنساني ويسهم في إنقاذ حياة المرضى بالمستشفيات، سيما أولئك الذين يعانون من نقص في الدم، وهذا يدخل ضمن أعمال التكافل الاجتماعي بين المواطنين. ولأجل ذلك قام أعضاء السلطة العليا للإعلام السمعي البصري يتقدمهم رئيس السلطة ديدوني جوناباي قاموا بعملية التبرع بالدم في المركز الوطني لنقل الدم، حيث اصطفى أعضاء السلطة واحدا تلو الآخر لتقديم يد العون ومساعدة المرضى. فهنا في هذه الصالة تتم عملية تسجيل البيانات الشخصية للمتبرع ووزنه والتأكد من صحته قبل الشروع في عملية التبرع. قلنا بقبال نجو كي قلنا نجو كان ندفنا الفدائي ندو الدم عشان ده كله يدخل في أسبوع المواد. نحن همان ندو دم للمرضاني دونك ديمنا لهم أولا نقشوا المالو تلقاش كان ندفنا الدم. وبهذه المناسبة فقد عبر نائب رئيس السلطة العليا للإعلام السمعي البصري عن الهدف من هذه البادرة. هنا لرد للندى هنا الرئيس ده دعين إن شاء الله خلانا جينا وجمعنا بفكرنا قلنا يعني النداء عن الرئيس ده هو نداء عام، هنا قلنا يعني نجو نشارك مع أخواننا الجديد مردانين القاعدين في المستشفى وأي حاجة نصعدوا. وللإشارة فإن مثل هذه البادرة تندرج ضمن الأهداف الصحية التي تسعى وزارة الصحة العامة إلى تحقيقها بهدف علاج المرضى الذين يعانون من نقص في الدم بجميع المستشفيات والمراكز الصحية بالبلاد. قدم وزير المناجم والتنمية الصناعية يوسف أبو صلاح ممثلا لزميله في البترول والطاقة قدم حديثا صحفيا تحدث فيه عن تقييم تشاد في مجال الصناعات الاستخراجية حسب قرار مجلس إدارة مبادرة الشفافية الدولية. الوزير يوسف أبو صلاح. حكومة شراء مسؤولية أول يعني منظمة واحد اسمها جيتي يشوفوا كيف الشغل ده هدمنا ريسورس ناتشرال عجادة كيف غاية إسبراتيك كيف غاية يحتبها في ده المنظمة ده عندها مراقبة شغل وعدين يشوفها كريتير وعدين كان جاد غاية إسبراتيك ولا ما غاية إسبراتيك. أول في 2014 المنظمة ده شعبها كل الشركات والشغل كيف البترول والمين كله غاية شري شافها كات جادة عن هدم الرئيس ده بالنورمال. بعد سنتين هسا 2016 ده لازم يصير كوميونيكاسيون يقول شنو في كيف ناس دول ده غاية خدمة في ده ناس المراقبين دول ده في شهر ده يجوا يشوفوا مع مبرمجات الجاد ناس الشركات عندهم ناس الشعب ده يبهدهم ناس أي نادم اللي عندك توجيه شغل واي كان عندك ده يجي يكلم مع الناس دول ده عشان يشوفوا كيف عملية ده كله جاي يبقى في ده هما يعندو نوت للشعب نوت ده هما 4 ولا يقولوا كلام الأول شعلاء بجماعة الحكومة شعلاء ده بيجي هديد 100% مش الأول بيجي ده
ولا يقول لسا شغل وعيدين ده نبس ولا يقول شيء هفهم المسوى. قام وزير التعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور دافيد أورينغار بزيارة للمستشفى المركزي للعاصمة إنجمينا. الهدف من الزيارة هو الإطمئنان على صحة إسبرين أموس رئيس الاتحاد الوطني للطلاب التشاديين الذي تعرض مؤخرا لعملية ضرب مبرح من قبل زملائه من المعارضين له. آدم حنفي فاضل. تأتي زيارة وزير التعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور دافيد أودينغار إلى المستشفى المركزي وذلك بهدف معرفة الحالة الصحية للرئيس الوطني لاتحاد الطلاب التشاديين أسيربي أموس ديكراوو وذلك بعدما أصيب بجروح خطيرة بمختلف عضلات جسمه من قبل بعض من الطلاب المعارضين له. يأتي ذلك عندما نظم أسيربي أموس ومعيته حملة نظافية يقصد فيها تنظيف الهرم الجامعي لجامعة إنجمينا بحي عرديب جمال. وزير التعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور دافيد أودينغار وصف هذه الأفعال بالغير أخلاقية مضيفا إن العمل الذي أصيب فيه أسيربي أموس هي بادرة وطنية مؤكدا إن الوزارة ستعتني بالمصاب وفق تسديد احتياجاته الطبية ويطالب الذين يقومون بمثل هذه الأفعال أن يتحلوا بروح المواطنة. سياسيا قام عدد من مناضلي حزب التقارب بالانضمام الى صفوف حزب الحركة الوطنية للإنقاذ. المناسبة راستها النائبة الاولى للامين العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ ماجين باشاريت وجمع غفير من مناضلي حزب الحركة الوطنية للإنقاذ والحزب المنظم احمد ياسين عبد الرحمن. حزب التقارب الوطني PCN هو الحزب الرابع الذي انضم للحركة الوطنية للإنقاذ خلال هذا الأسبوع في مناسبة حاشدة لمناضلي ومناضلات الحزبين وقيادات الحركة الوطنية للإنقاذ وبحضور الأمين العام النائب الأولى لحزب الحركة ماجيبيان باتشاريت والمستشار علي عبد الله الذي رحب بالحضور في خطاب له باعتباره رئيس اللجنة المنظمة لحفل الانضمام حيث أكد بأن كل هذه الانضمامات للأحزاب السياسية إلى الحركة الوطنية للإنقاذ لدليل على أن الحركة تتمتع برؤية ثاقبة وبرامج طموحة لخدمة الوطن والمواطنين. من جهته رئيس حزب التقارب الوطني المنضم محمد تراب سرد تاريخ حزبه السياسي والإنجازات التي حققها خلال الفترة الماضية مشيدا ببرامج الحركة الوطنية للإنقاذ والتي أعجب بها، لذلك قرر مع القاعدة والمكتب التنفيذي الانضمام إلى الحركة الوطنية للإنقاذ. الأمينة العامة النائبة الأولى للحركة الوطنية للإنقاذ ماجيبيان باتشاريت قدمت الشكر والترحيب باسم الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ والمجلس الوطني للإنقاذ وجميع المناضلين إلى رئيس حزب التقارب الوطني ورفاقه الذين انضموا إلى الحركة الوطنية للإنقاذ وأنهم يتمتعون بكامل العضوية لهم حقوق وعليهم واجبات وأن الحركة ترحب بكل من يريد الانضمام إلى صفوفها. اختتمت مساء أمس فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها إدارة اللامركزية بالتعاون مع المنسقية الوطنية لمشروع تعزيز المبادرات والتعايش السلمي بتشاد والتفاصيل مع سعيد أحمد حسن. تشريف المشاركين بتسليمهم شهادات المشاركة كانت الخطوة الأولى في ختام فعاليات الدورة التدريبية لعمد البلديات التي أطلقت مؤخرا حيث كان المغزى منها إكساب المشاركين خبرات تمكنهم من خلق برامج لجمع الموارد وتسخيرها في التنمية. المنسق الوطني لمشروع تعزيز المبادرات والتعايش السلمي بتشاد ميامباين دولي غونوجي فيديريك أوصى المشاركين بالاستفادة مما تلقوه والعمل به في حياتهم اليومية والإسراع في وضع الخطط حسب البرامج التي اكتسبوها. وكانت توصيات المشاركين التي قدمت لوزارة إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي وشركائها تحوي عدة نقاط أهمها مضاعفة وتكثيف مثل هذه الدورات، إعادة النظر في الضرائب وتنظيمها، دعم الأمن والإكثار من التوعية والإرشادات. وقد أبدت مفوضية الاتحاد الأوروبي ارتياحها وذلك بقولها لنا كامل الثقة في أن هذه الورشة ستعطي نتائج مفرحة في أقرب وقت. ممثل الجمعية الوطنية للبلديات هو الآخر لم يذهب بعيدا عن سابقه إلا أنه ركز على الإسراع في العمل التطبيقي. وقبل إعلانه لاختتام الفعاليات مدير اللامركزية بوزارة إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي
كداد دودي طمأن المشاركين بأنه ما أن يغادر هذه الجلسة سيكون أول شيء يقوم به هو تسليم التوصيات للجهات المعنية وتدعيمها بمداخلة شخصية. وكما يبدو أن مثل هذه المبادرات يجب ألا تتوقف عند هذا الحد. وبالعودة إلى مغادرة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو ورفقته سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو العاصمة إنجمينا وتوجهان إلى العاصمة الصينية بكين. وسيشارك رئيس الجمهورية في الفترة ما بين الثالث وحتى الرابع من سبتمبر الجاري في أعمال القمة حول التعاون الصيني الأفريقي، حيث كان بوداع رئيس الجمهورية بمطار حسن جاموس الدولي بعض المسؤولين بالدولة على رأسهم الوزير المستشار برئاسة الجمهورية نور الدين ديلوا كاسري كوموكوي ووزير الدولة الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية كاليبي بايمي دوبي وبعض من أعضاء الحكومة ومساعدي رئيس الجمهورية بالمكتبين المدني والعسكري. عقد والي ولاية إنذي الشرق تيغن بارداي قام بجولات شملت عدد من المكاتب الحكومية والإدارات والمستشفيات التابعة للولاية. آدم حسن المكاوي والمزيد من التفاصيل. بعد قرابة 4 أشهر من توليه مهام والي ولاية إنذي الشرق، الوالي تيغن إديبي بارداي يقوم بجولات تفقدية على مختلف القطاعات الإدارية ومشاريع وبرامج الجهات الحكومية بهدف تفقد سير العمل والتحديات التي تواجه هذه المؤسسات بداخل الولاية. المحافظة والبلدية ومستشفى أم جرس وغيرها من الملحقات والمؤسسات وقف عليها تيغن إديبي بارداي برفقة المسؤولين الإداريين والعسكريين، واستمع خلال زيارته إلى مسؤولي تلك المكاتب مقدما لهم التوجيهات بالالتزام والعمل بجدية في ظل الجمهورية الرابعة. واستهل الوالي جولته أيضا بزيارة إلى الوكالة الوطنية لتطوير الزراعة أنادير والشركة التشادية للمياه STA وهيئة تطوير العمل أونابي والشركة الوطنية للكهرباء، وذلك أيضا من أجل متابعة وتقصي أحوال العمل هناك. قدم نائب رئيس النقابة المستقلة لعمال إذاعة والتلفزيون عيسى مانديكور حديثا صحفيا لانطلاقة نشاطات النقابة، وتعد هذه هي ثاني نقابة لعمال إذاعة والتلفزيون بعد النقابة الأم. سلام لمن هنا لانسيما هنا سندكا جديد اسمه سيبراك سندكا هنا بروفيسيونيل هنا راديو ما تلفزيون. السندكات هو سندكات إنديبندنت ما مش السندكات الأول ودارين نخدمه أبيك لا ديسبوني يعني ما ناس كله سوا وأنا سندكات جينا نليبر ما يعني أنا مخيرين ما تابو ناس مش السندكات الأول تاب يستي يعني السندكات جينا إنديبندنت من جاود وينا فشو إنتي جينا كله سوا تان هكما خيرة سواء في كل ما في دونك السنديكا انا اول دابا تنما اسمه لك الواجب داي خير نفس الهدف لدافو لمستقبل انا المال دونك اساني شغل ندور دا نبقى ريسبونسابل نخدمه ما نقود لي مشاكل وميس هدفنا يبقى شيك وانا انديبندمان تابو يستي كان قال امشي غريب نمشي غريب كان قال ما تمشي غريب ما نمشي لا انا اسال كان امشي غريب انا سياره بنين انا مشي نعرف شغلة فاترسنا نمشي ما نتابو ناس. وننتقل إلى عرضنا الثاني من هذه النشرة وهو حملة النظافة، حيث وضمن نشاطات أسبوع المواطنة حيث قامت سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو بنظافة شاملة لمختلف دور العبادات من مساجد وكنائس. وكان مسجد عثمان بن عفان بحارة أم رقيبة وكنيسة كبلاي من أبرد الأماكن التي تم تنظيفها. عثمان عبد الغني إدريس. نظافة المدينة وتوجيه المواطن للاهتمام بالمواطنة ومعرفة أهمية الوطنية والمساهمة من أجل نظافة البيوت والمنازل والأماكن العامة ودور الإبادة من واجب كل المواطنين. ووفقا لما قالته السيدة الأولى للبلاد هند ديبي إتنو إن عملية النظافة يجب أن تكون شاملة، فقد توقفت هذا اليوم السبت السيدة الأولى للبلاد هند ديبي إتنو رفقة عدد من المسؤولين إلى مسجد عثمان بن عفان الواقع بهي أم رقيبة بالدائرة الخامسة لبلدة إنجمينا، حيث استقبلها أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجمهورية تشاد على رأسهم رئيسه الدكتور محمد خاطر عيسى
وإمام المسجد ومسؤولي الدائرة الخامسة وجمع غفير من سكان الدائرة. وقد شملت عملية النظافة ساحة المسجد وخلوته ومكان المصلين. وأكدت السيدة الأولى للبلاد بأنه يتحتم علينا جميعا الحفاظ على النظافة التي وصف الإسلام أنها من الإيمان، وخاصة دور الإبادة. للإشارة فإن مسجد عثمان بن عفان به إدارة القضاء التابع للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد، وبه خلوة قرآنية ومركز لمحوى الأمية وتعليم النساء. وبعد المسجد توجهت السيدة الأولى للبلاد هند ديبيتنو إلى كنيسة سين بول بحي كبلاي الواقع بالدائرة الثالثة، وذلك لنفس الهدف الرامي إلى نظافتها، حيث استقبلت السيدة الأولى من طرف مسؤولي الكنيسة وسكان الحارة وعمدة الدائرة الثالثة. وبعد الاستقبال شرعت السيدة الأولى ولفد المرافق لها في نظافة الكنيسة داخلا وخارجا، حيث قطع الأعشاب ولم الأوساخ. وأثناء دخول السيدة الأولى الكنيسة لنظافتها أزفت الموسيقى ونشدت الترانيم الإنجيلية. مشينا الجامعة عثمان بن عفان وجينا هنا في البارواز، والإنسان كان تصلي وتعبد ربك، كان مكان ما نظيف ده ما تقدر تعبد ربك. بقولوا النظافة من الإيمان، ربنا هو بيحب النظافة. فأنت نار ممكن تجي تصلي وبكانك وسخان ده، صلاتك ولا دعاءك كله ما بمشي بيت. نطلب من أخواني كله خليه يمرقوا أي ما يوم السبت يقشوا بيوتهم، وكان قشيت بيتك كملت تجي تقش بكانك أنا الصلاة ده، عشان ده شغل المهم. ونطلب من التشاهدين في القاعدين في الشات كله والمدن كله أي ما يوم السبت يمرقوا يقشوا بيتهم، بعد ما كملوا يمشوا يقشوا مكانهم من الصلاة. وتعتبر هذه الفكرة بمثابة يقظة للمواطنين التشاديين، حيث جاءت في وقت تحتاج المدينة لها، حيث أعجبت الجميع لأنها تساعد حقا في نظافة المدينة وتوعية المواطن حول الاهتمام بالوطنية والمشاركة في فعاليات النظافة. وفي نفس الإطار شهد صباح اليوم مقر المجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي حملة نظافة قام بها عمال المجلس برفقة رئيسهم أحمد داية عبد الكريم بخير، حيث تدخل هذه الحملة ضمن نشاطات أسبوع المواطنة. حسن جد عمر. في إطار أنشطة أسبوع المواطنة الذي أطلق قبل أسابيع وقدمت خلاله نداءات كثيرة، انخرطت كل الشرائح المجتمعية تلبية لهذا النداء. وبما أن المجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي يعد أحد المؤسسات الحكومية الكبرى بالبلاد، فقد شرع أعضاؤه بهذه الخطوة العملية والتي تمثلت في تنظيف مقر المجلس، حيث شارك في العملية المسؤول الأول عنه أحمد داي عبد الكريم بخت. نحن هذا المثل السيد الرئيس الجمهورية الأخ إدريس ديبيتنو، كان حضر بنفسه وزوجته فيليس فيليكس أوبويه وشال قدمكا وشال برويت، وأدى مثل يعني ما حصل في أفريقيا والعالم. رئيس الجمهورية يطلع هو وزوجته يشيل قدمكا ويشتغل للمحبة الوطنية وساحمة عند الدول الوطنية. كان أي شيء تبوش بيتك، تبوش خشن بيتك، تتدي بشدرة عشان بكل بدول، كما تبع عملية النظافة هذه ترميم الشارع الرئيسي المؤدي إلى المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي خلف قصر 15 من يناير، حيث شارك في عملية الترميم إلى جانب رئيس المجلس عدد من المستشارين وكذا العاملين به. ونبقى في ذات الشأن، حيث رأس وزير الصحة العامة عزيز محمد صالح حملة نظافة قامت بها جمعية القابلات التشاديات بداخل ساحة الوزارة. ياسر محمد أحمد. حملة النظافة التي استقبلت بحماس كبير من قبل النساء القابلات وبحضور وزير الصحة العامة عزيز محمد صالح، الذي أعطى الانطلاق الرسمي لحملة النظافة التي قامت بها جمعية القابلات التشاديات، حيث شملت الحملة أرجاء الوزارة. أشتى يوسف قابلة بمستشفى الحرية قالت إن حملة النظافة التي قمنا بها هي تلبية لنداء رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وهرمه سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو الرامية إلى نظافة العاصمة أنجمينا وجعلها خالية من الأوساخ. من جانبها رئيسة جمعية القابلات التشاديات أشارت إلى أهمية الحملة التي قمنا بها. بطان يعني استاش فهم ده هي ما قاعدة التي سلسة خيرت كنت برا، بس لا
هي ان برينسيپ النظافه ده حقها قبال ما تخدم ان برينسيپ لي انفيرونمان هنا تغشا لي بيرو هنا تغشا تنظف قبل تجيب المرداني. وعقب ذلك قدمنا اعضاء الجمعيه رساله الى جميع النساء القابلات من مختلف الولايات القيام بحملات نظافه داخل المستشفيات وخارجها، لان المراه القابله هي مثال للصحه والمراه التشاديه لها دور كبير في تنميه البلاد. كما أن عمال وزارة الوظيفة العامة قاموا بعملية مماثلة بحضور وزير الوظيفة العامة الحسين النور يوسف. عملية النظافة منذ أن أطلقها رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وحرمه هند ديبي إتنو في أسبوع المواطنة لقيت استجابة حارة، فذلك الأسبوع مر، ولكن هذه الفكرة النبيلة مستمرة حتى الآن. فمختلف المؤسسات العامة والمنظمات والجمعيات المدنية مستمرة في نظافة الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية، فهذه المرة عمال وزارة الوظيفة العامة يتقدمهم وزير الوظيفة العامة علي مبدوم بدومي قاموا بنظافة عامة في ساحة الوزارة والإدارات التابعة لها. وزير الوظيفة العامة علي مبدوم بدومي قال بأن عملية النظافة هذه ستكون مدرجة ضمن الأعمال التي تقوم بها الوزارة في كل أسبوع. إدارة التدريب التابعة لوزارة الوظيفة العامة غالبا في فصل الخريف تكون مليئة بالعشب مما يصعب تجول العاملين بها، ولكن بفضل النظافة العامة التي قام بها العاملون بالوزارة استطاعت السيدة إيزابيل مديرة مركز التدريب الدخول إلى مكتبها بكل سهولة، لذا شكرت جميع العاملين بالوزارة على هذا العمل الجيد، طالبة منهم عدم التكاسل والسعي لتنظيف الوزارة من وقت لآخر. كما شهدت وزارة التنمية السياحية حملة نظافة واسعة شملت عدة مكاتب للوزارة. بحر الدين عبد الشافي الدود. أسبوع المواطنة لحملة النظافة التي انطلقت منذ الأسابيع الماضية داخل العاصمة أنجمينا، فقد شارك عمال وزارة التنمية السياحية والثقافة والحرف اليدوية بالتعاون مع عمال بلدية الدائرة الثانية في الحملة الوطنية، حيث قاموا بتنظيف ساحة وزارة التنمية السياحية وكذا مركز الصناعات الحرف اليدوية ومركز الثقافة بابا مصطفى وساحة المسرحة تالينو مانو. وقد أوضح النائب الثاني لعمدة بلدية الدائرة الثانية الهدف من إقامة هذه الحملة. الأمين العام بوزارة التنمية السياحية والثقافة والحرف اليدوية شكر الحضور مثمنا جهود الحكومة والقائمين بهذا البرنامج الوطني. أنا اليوم قمنا في نظافة ناسية جنا منستير في سنتر دور دفو بخانم وإنجنال ومن كل نفس الكلمة النظافة مش الناس بورو النظافة من إيمان والنظافة تجيب العافية. وزيرة التنمية السياحية والثقافة والحرف اليدوية ماديلين ألينجي هي الأخرى أكدت بأن وزارتها ستقوم بمتابعة هذا المشروع الوطني في جميع المراكز الثقافية داخل العاصمة أنجمينا. كما أن عمدة بلدية نجمينا مريم جمعة عبيد هي الأخرى قامت بحملة نظافة بالتنسيق مع نساء الحركة الوطنية للإنقاذ بتنظيف الشوارع العاصمة نجمينا. محمد عثمان بشير والمزيد من التفاصيل. تلبية لنداء مسؤولي بلدية نجمينا على ضرورة القيام بحملات نظافة الشوارع والأسواق والمنازل عند صبيحة كل يوم السبت، قمنا نساء الحركة الوطنية للإنقاذ ببلدية نجمينا بهذه الحملة لنظافة مختلف شوارع العاصمة نجمينا بدءا من شارع جوكوني ودي هنا بحارة أنبسطنا. والأوين الأشر على البصمة المير غمد قال لنا يلا قلت الأشر على البصمة ده قموا أخدهم. عمدة بلدية أنجمينا بدورها أثنت على هذه البادرة. قوانا أنا MPS أنجمينا الأشر الدوائر مع أشر بريزاناتهم قالوا لي هم بدور بيساعدوا أشياء الرئيس ما أمرت قموا بها والميري أنجمينا قم بها بدور بيساعدونا، وقلنا لهم كنت ساعدونا داكو أفينيكو كنيدا واسخان تعالوا قشوا، وفالحمد لله من الساعة 6 هم عليهم موافقين وقشوا لنا. ونقول البارتي الآخر كله خليه تابعوا البارتي أنا MPS في نجمينا شغل السودة. ودعت العمدة أيضا مختلف المواطنين على المساهمة في نظافة العاصمة نجمينا. ونبقى في ذات الشأن وفي أسبوع المواطنة وحملة التنصيب، وهذه المرة في وزارة الدفاع الوطني والمحاربين القدامى. أحمد خميس جمعة.
بهذه الروح المعنوية العالية بدأت حملة النظافة وغرس الشتلات لعمال وزارة الدفاع الوطني لساحات الوزارة الكائنة بحي جنبنغاتو بالدائرة الثانية، حيث قضوا على الأعشاب التي نبتت بساحات الوزارة. تبع ذلك غرس الشتلات للأشجار المثمرة بالساحة التي تم نظافتها. هذا وبعد الحملة أعرب الوزير عن انطباعه. قوات الأمن والدفاع هي جزء من الشعب التشادي، وأي واحد لازم يبني مكان قاعد فوقه لازم يقص الشدرة. الشدرة هي الحياة، والشدرة تعرفين زي ما أنتوا عارفين، كنا عارفين كم قمت ظل زول قاعد بيكون فوق، كم قمت ثمر زول بياكل منه، وبلا الشدر ما في حياة. شايفين أنتوا نحن الصحراء لسه زاحفة بالشدر. لسه نحن بنداء من الرئيس وقف، زي ما انتم عارفين اليوم مقابلات كم دقشتوشات مع سنتين ثلاثه فاتت ما نفس الشيء. لسه كل الارض خلاص رجعت بقي الشدر، وهذا من هنا لبينا النداء انا الاخر الرئيس. للاشاره فقد طلب وزير الدفاع الوطني بشار عيسى جاد الله من عناصر قوات الجيش الوطني في كافه انحاء البلاد باحترام نداء الوطن. كما قام أعضاء مكتب الجيل الجديد لمساندة حزب الحركة الوطني الإنقاذ بحملة نظافة في ميدان الأمة وسط العاصمة أنجمنة. تفاصيل الخبر مع هارون أبا آدم. الاهتمام بالنظافة يمنع من انتشار الأمراض، لذا فإن رئيس الجمهورية رأس الدولة رئيس الحكومة إدريس ديبي إتنو يحرص دوما على نظافة المدن التشادية. وفي ذات السياق فإن مجموعة من الشباب يمثلون مكتب مساندة الحركة الوطنية للإنقاذ نوفيل جنراسيون بالفرنسية ما يعني الجيل الجديد، انتشروا هنا في هذه الساحة الخضراء لنظافتها وتجميلها بعيدا عن الحملات الدعائية في السياسة، وأن هذه الروح الوطنية تخلق الأمل في نفوس الشديدين بأن يفتخروا بأبنائهم، لأن الشباب هم العمود الفقري للأمة. مكتب المساندة الجيل الجديد هو من التنظيمات الناشطة في الساحة السياسية التي أسست حديثا، وقرر شباب هذا المكتب الانسجام مع أسبوع المواطنة، وقد اختاروا هذه الساحة للقيام بحملتهم التي تعبر عن حبهم للوطن. منسق مكتب المساندة الجيل الجديد أبكر طاهر أكد استعدادهم لمساندة رئيس الجمهورية في كل خطواته وقراراته. أنا لما نحن لي خدمة للمريو هذا، مريو سبرة هو إتا حتى كل كلام ده بس خدمة نو. ما أنا اليوم كم جور وكان ده، هل جيان دول يمرقو، سكول ساعة ساعتين ده، هل يمرقو نخدم. للناس الآخرين كلهم نقول لهم هل يقدر ده، هل يمرقو ل. إن مواصلة مثل هذه المبادرات يساهم بلا شك في تعزيز الخدمات الصحية ويعطي مدينة أنجمين الصورة تليق بها كعاصمة. فعلى جميع مكاتب المساندة أن تحذو حظو مكتب المساندة الجيل الجديد. وفي الدائرة الرابعة قامت جمعيات المجتمع المدني بتنظيف ثانوية الحرية بالدائرة الرابعة. إذ الدين الأمين نصر. قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2018-2019 يتوجب على المسؤولين في عمادة البلديات وإدارات المؤسسات التعليمية استئناف عمليات الترميم والنظافة لتحضير بيئة دراسية تلطف صفو انطلاق العام الدراسي، إذ أن هناك تحديات جمة خلفها هطول الأمطار تستدعي إثارة همم المسؤولين لتدارك العوائق. وبما أن البلديات هي المنوط بها القيام بذلك، دأبت بلدية الدائرة الرابعة بحملة نظافة داخل ثانوية الحرية. تزعم حملة النظافة هذه عمدة الدائرة الرابعة هارون رماد، الذي حث على ضرورة تهيئة البيئة المدرسية قبل انطلاق العام الدراسي. في الأيام أنا الليالي عندهم ببطالة اللي سيش كبيجي وسخان وبتان فوضى الخريف اللي سيش على ألمه والقش كل أقمة الخدار كل أقمة، وده ما بخلي مباكر ريالنا ده كان جو بشلو القرادة بقول بكان ده وسخان وشنو دول ده. البلدية ما أشعبا وما الأسوسياسيون وما الأسوسياسيون باران دليف وما الديكولات كله كي شلنا إمكانيان نقول نخلو ننظفوا اللي سيه. ومن المقرر أن تشمل حملة النظافة التي شاركت فيها جمعيتي المسيرة الكبرى وجمعية سلسبيل الهلال أن تشمل لتطال كل المؤسسات داخل حدود الدائرة الرابعة.
وإذا الدين هي نفس الحالة شهدتها الدائرتية الأولى، حيث قام سكان الدائرة بتنظيف عدد من الحارات والأحياء والشوارع. آدم حنفي فاضل. نظافة المدينة يتسابق إليها كل المعنيين بتنظيف الدوائر بالعاصمة جمينة، وذلك منذ انطلاقة الحملة النظافية خلال الأسابيع الماضية، قرار تم اتخاذه من قبل بلدية جمينة، أمر دفع بالدائرة الأولى أن تنظم حملة نظافة خاصة بإزالة الأتربة عن الطرق، وذلك بحضور النائب الأول لعمدة الدائرة الأولى ونائبه موسى سامي جدة. فبدأت العملية بشارع الراحل أصيل أحمد أقبش. الدائرة الأولى وعلى لسان النائب الأول لعمدتها جبريل محمد عبد الكريم قال إن هذه الحملة هي أسبوعية وستشمل جميع أحياء الدائرة. دائرين نوصف للسكان أنا بلدية الدائرة الأولى إنه النظافة ده خليه يكون زي يعني مود دي في، بكون زي شيء من الحياة، ما يخلون النظافة ده شغل آخر، إنه النظافة ده ما لا ننظفه أن الوساخة دي عنينا بس ننتج الوساخة، الإنسان هو بينتج الوساخة، وممكن واجب على الإنسان أن يقوم بنظافة الوساخة الذي أنتجه هو. ويشار إلى أن مثل هذه العملية النظافية ستجعل العاصمة جمينة نظيفة من الأوساخ إذا لم تكن مشهد إعلامي هادف. وإلى مدينة بلدنا، حيث قام والي ولاية وادي فيرا محمد ليو تينجيل بعملية نظافة، وشاركه في هذه المناسبة عدد من سكان مدينة بلدن. أحمد النور الحسين. في إطار فعاليات الأسبوع الوطني للشجرة واستجابة لنداء تغيير السلوك، جاءت حملة التشجير هذه التي شملت المستشفى الإقليمي لمدينة بلتن، والتي ساهم فيها المسؤولين الإداريين والعسكريين بجانب عدد من مواطني إقليم وادي فيرا، وفي مقدمة هؤلاء حاكم إقليم وادي فيرا محمد دليو تنقل. عدة كلمات قدمت بهذه المناسبة من قبل كل من عمدة مدينة بلتن ومندوب وزارة الصحة وممثل مندوب وزارة البيئة، وجل هذه الكلمات تنصب في أهمية الشجرة والدور الذي تلعبه في الحفاظ على البيئة. حاكم إقليم وادي فيرا محمد دليو تنقل بدوره شكر المساهمين في حملة التشجير هذه، وقال بأن هذا يدل على إحساسنا العميق بالمسؤولية التي تقع على عاتقنا، وهي في كيفية الحفاظ على البيئة. الشجر هو حياتنا إنسان، بلا الشجر حياة ما في. حيوان إنسان شيء عنده روح، بلا شجر ما يعيش. أي تشادي وأي يعني الإداري بكون يمكن شجرة سن الوطن سن نفسه. ويبقى التحدي الذي يكمن ليس في غرس الشجرة، وإنما في كيفية العناية بها بهدف الوصول إلى المبتغى الذي غرست من أجله. وفي محافظة أثونغا التابعة لولاية دار والدي، قام المحافظ بعملية نظافة داخل مدينة أدري. مراسلنا من هناك محمد هارون أبو غرين. ترسيخا لقيم المواطنة المبنية على الحس الوطني، والتي جعلت من مدينة أدري أن تلبي نداء الشباب الطموح والغيور لبلده بتنظيم حملة نظافة واسعة، ومصدر انطلاقتها كان بمستشفى مدينة أدري. هذا وقد أطلق فعاليات الحملة التنظيفية محافظ مقاطعة أسونغا محمد عبد الكريم علي وبصحبة عمدة البلدية أحمد إبراهيم مرسال، حيث شملت النظافة أيضا مفتشية التربية الوطنية والترقية المواطنة بمحافظة أسونغا. شارك فيها المعلمون والمعلمات بالمدينة وبعض من المصالح العامة سعيا منهم بمدى أهمية النظافة في حياة الإنسان ودورها في الحفاظ على البيئة والمساهمة في حمايتها. وفي ثنايا الحملة أعرب كل من عمدة بلدية أدري أحمد مرسال إبراهيم والطبيب المسؤول بالمستشفى نارينا مرسي جوزيف عن سعادتهما بأسبوع المواطنة، طالبين من الجميع ممارسة النظافة بشكل دوري حتى تكون المدينة خالية من الأوساخ ومرآة تعكس واجهة البلاد الشرقية. كما عبر رئيس كانتون غرني هارون إساق هارون عن شعوره. وفيه يكون حملة ما ينتهي الليلة، بس بكون زي مسائل جو سواء الدفنة، لابد أي زول في خشم بيته وفي بيته وفي مكتبه لابد يكون مثل، وكل لحد نهاية الأسبوع ده كل
كل يوم نقدر نسولف. من جانبه محافظ مقاطعة أسونغا محمد عبد الكريم علي حث المواطنين بأهمية النظافة بأنها واجب وطني، وإدراكا لهذه المسؤولية الوطنية قام المحافظ محمد عبد الكريم علي وبعض من السلطات الإدارية والعسكرية بخرس أشجار مثمرة بساحة المستشفى لجعلها وارفة الزلال ورونقة الجمال الطبيعي. توطيدا للعلاقات الثنائية بين تشاد وتركيا، دشن السفير التركي بالبلاد إرجل صبري إرجل خلوة قرآنية بقرية جوز الفيل. جاء تمويل الخلوة من قبل جمعية أميكال التركية. آدم حسن مكاوي. بهدف المساهمة في تطوير وترقية القطاع التعليمي في البلاد، تأتي مناسبة افتتاح مبنى خلوة الاعتصام بحبل الله لتحفيظ القرآن الكريم بقرية جوز الفول المحاذية لكورناري، وذلك بتمويل من الأشقاء الأتراك في جمعية أميكال تركيا بمدينة ميدز الفرنسية عبر جمعية أيادي الأخوة الخيرية المنفذة والمشرفة على هذا العمل. حفل تدشين هذا المبنى كان بحضور وتشريف سفير جمهورية تركيا لدى البلاد سعادة إردل صبري إرجن الذي قام بافتتاح المبنى. سعادة لا توصف، هكذا كان التعبير وعرفان الشكر الذي قدمه أهالي القرية وشيخ الخلوة. هنا أمرنا كل بدينا في الطلب وقاعدين طلاب مهاجرين بالهان ومبلغ خرفة زيدي ويقرأ فوق القرآن ده أول جديد لنا، ونتمنى من الله المزيد. ونشكر السفير التركي والإخوة الذين ضلوه، نشكرهم كثيرا. ممثل جمعية أميكال تركيا فريد أدهم برهان خلال المناسبة قال بأن هذه الخلوة هدية للطلاب من قبل إخوتهم في ميدز لتشجيعهم وتحفيزهم على مواصلة حفظهم للقرآن الكريم. سفير جمهورية تركيا لدى البلاد سعادة إردل صبري إرجن في حديثه أشار إلى أن العلاقات التشادية التركية متجذرة وراسخة في التاريخ، وتعمل على العديد من المجالات ومنها المجال التعليمي الذي يعد هذا المبنى جزء منه. وننوه إلى أن هذه الخلوة تضم 148 طالبا وطالبة. بهذا ننهي معكم هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.